أبلش؟ أوه. تمام، يلا بسم الله. اليوم رح نحكي عن المستقيمات المتوازية، بس قبل ما نحكي عن المستقيمات المتوازية احنا لازم نروح نراجع أول شغلة أنواع الزوايا وكل أنواع الزوايا. أول إشي اليوم رح نحكي عن أو نراجع أول شغلة رح نراجعها اللي هي الزوايا المتناظرة. الزوايا المتناظرة يا بنات إحنا أخذناها، الزوايا المتناظرة هي عبارة عن زاوية داخلية مع زاوية خارجية على نفس الجهة، زاوية داخلية مع زاوية خارجية على نفس الجهة. نوع الزاوية الثانية رح نحكي عنها اليوم كمان اللي هي الزاوية المتبادلة. الزوايا المتبادلة هي زاوية داخلية، زاويتين داخليتين ولكن على جهتين مختلفات. كيف معناته هذا الحكي؟ معناته رح تكون واحدة هون واحدة هون، رح يكونوا بهيك، رح يكونوا لي زي حرف الزد، رح يكونوا لي زي حرف الزد، رح يكونوا حرف الزد هايهم. آخر نوع من أنواع الزوايا اللي رح نحكي عنه قبل ما نبلش درسنا الجديد اللي هو الزوايا المتحالفة. الزوايا المتحالفة هم زاويتين متحالفتين، زوج من الزوايا المتحالفة بيكونوا زاوية زاويتين داخليتين على نفس الجهة، على نفس الجهة. هاي أول شغلة رح نحكي عنها اليوم. الشغلة الثانية اللي رح نحكي عنها اليوم اللي هي المستقيمات المتوازية. بس خلينا أول إشي نعرف إيش يعني المستقيمات المتوازية. المستقيمات المتوازية، المستقيمات المتوازية هي مستقيمات يقعان في نفس المستوى ولا يتقاطعان أبدا، يعني لا يوجد نقطة تقاطع، يعني هدول المستقيمين لو مديتهم للما لا نهاية ما رح يتقاطعوا في نقطة واحدة. المستقيمات المتوازية هي، أما المستقيمات المتقاطعة إذا بدنا نعرفها هي مستقيمات تتقاطع في نقطة، ممكن في نقطة وممكن أكثر من نقطة إذا كان تطابق، تحولت من مستقيمات متقاطعة لمستقيمات متطابقة. هاي أول شغلة اليوم لازم نعرفها. الشغلة الثانية اللي لازم نعرفها ونبلش فيها، هاي رح نبلش نحكي عن أنواع المستقيمات. أول نوع من أنواع المستقيمات زي هيك، هذول المستقيمات اللي اسمه مستقيم سين ومستقيم صاد هذول يعتبروا مستقيمات غير متوازية، ولو مديتهم شوي رح يصيروا مستقيمات متقاطعة. اسم المستقيم سين والمستقيم الثاني صاد، وهذا اللي بسميه قاطع إلهم، قاطع إلهم. هاي النوع الثاني من أنواع المستقيمات اللي هو لام ونون. لام ونون هذول عبارة عن مستقيمات متوازية. ليش مستقيمات متوازية؟ لأنه لو مديت المستقيم لام ومديت المستقيم نون للما لا نهاية ما رح يتقاطعوا عندي في نقطة واحدة، فبكونوا بسميهم مستقيمات متوازية. الشغلة الثانية اليوم رح نحكي عن اختبار التوازي، كيف أنا بختبر أنه هذول المستقيمات عبارة عن مستقيمات متوازية. أول شغلة بدي إياكم تعرفوها أنه إذا كانوا الزوايا المتناظرة متساوية فمعناته بقدر أحكي عن هذول المستقيمين مستقيمين متوازيين. كمان شغلة ثانية، لما يكون الزوايا المتبادلة كمان متساوية بحكي عن هدول المستقيمين متوازيين. وإحنا قبل شوي حكينا عن الزوايا المتبادلة اللي هم بيكونوا لي حرف الزد اللي هو هاي الزاوية وهاي الزاوية، وحكينا عن الزوايا المتناظرة اللي هي زاوية داخلية مع زاوية خارجية على نفس الجهة. كمان إذا هدول الزاويتين تساووا فمعناته أنا بحكي عن المستقيمين متوازيين. آخر شغلة، إذا كانت الزوايا المتحالفة، مجموع الزوج من الزوايا المتحالفة مجموعهم 180 درجة اللي هم زاويتين اتفقنا معهم اللي هم زاويتين داخليتين على نفس الجهة، زاويتين داخليتين على نفس الجهة، ممكن يكونوا هون وممكن يكونوا هون، بيكونوا لي حرف اليو بالإنجليزي. إذا كانوا مجموعهم 180 درجة فبحكي عن هدول المستقيمين مستقيمين متوازيين، مستقيمين متوازيين. هسا الشغلة الثانية اللي رح نحكي عنها اليوم، رح أحكي لك في تدريب موجود عندكم، تدريب واحد اللي هو بصفحة 63، بحكي لك السؤال في الشكل المجاور اللي هو نفس هذا الشكل. إذا كان قياس الزاوية واحد، قياس الزاوية واحد يساوي قياس الزاوية 2 وتساوي 30، معناته قياس الزاوية واحد، قياس الزاوية واحد يساوي قياس الزاوية 2 وتساوي 30. هسا لو اجيتوا بنات معاي فكروا نوع الزوايا عبارة ايش؟ ايش العلاقة بين الزوايا؟ هدول بنات زاوية داخلية وزاوية خارجية على نفس الجهة، وحتى احنا اتفقنا من المرات الماضية انا بتكون لي حرف الاف بالانجليزي اللي هم زوايا متناظرة، زوايا متناظرة، معناته قياس الزاوية واحد تساوي قياس الزاوية 2 تساوي 30 درجة. تمام، معناته الزوايا المتناظرة متساوية، فمعناته المستقيم لام
يوازي المستقيم ميم. لماذا؟ لأنه إحنا حكينا إذا كانت الزوايا المتناظرة متساوية فمعناته المستقيمان متوازيان. فمعناته أنا شو رح أحكي؟ مدام قياس الزاوية 1 يساوي قياس الزاوية 2 وتساوي 30 درجة، فمعناته رح أحكي أنه المستقيم لام يوازي المستقيم لام يوازي، طبعا هاي إشارة اليوازي المستقيم ميم، يوازي هاي بنات إشارة الموازاة، فإذا المستقيم لام يوازي المستقيم ميم. تمام؟ في حدا عنده مشكلة؟ آخر إشي رح نحكي عن تدريب 2، واللي هو تدريب 2 بنفس الصفحة، بصفحة اللي هو 63. شو بيحكي السؤال؟ بيحكي السؤال أنه انظر إلى الشكل الآتي ثم أثبت. شوفي شو بيحكي؟ أثبت، أثبت أنه إذا كان لام، لا إذا كان نون، نون المستقيم نون، أنه يعامد لام وميم. إيش معنى كلمة يعامد؟ يعني أنا المستقيم اللي قطع المستقيمين بكون لي زاوية 90، فمعناته أنه قياس هاي الزاوية رح يكون 90 درجة، وهاي الزاوية قياسها 90 درجة. كلمة يعامد بحكي لك انظر إلى الشكل الآتي ثم أثبت أنه إذا كان نون يعامد لام ونون يعامد ميم، يعني نون يعامد المستقيم لام وكمان المستقيم نون يعامد المستقيم ميم، أثبت أن المستقيم لام يوازي المستقيم ميم. أول شغلة من كلمة يعامد بنات، طبعا كيف إشارة يعامد؟ لما أنا أحكي لك نون يعامد، هاي إشارة يعامد لام، وميم ونون، ونون يعامد ميم. إيش معنى كلمة يعامد؟ معناته أنه نون لما قطع لام ونون لما قطع ميم كون لي زاوية 90، فمعناته الزاوية الموجودة، الزاوية هاي رح تكون الزاوية 90 وهاي الزاوية رح تكون 90. العلاقة بين الزاويتين بنات، واحدة داخلية وواحدة خارجية، تناظر. معناته الزوايا المتناظرة شمالها متساوية، إذا كانت الزوايا المتناظرة متساوية فمعناته المستقيم لام يوازي المستقيم ميم، المستقيم لام يوازي المستقيم ميم. فمعناته قياس شو اسمه من التعامد، من التعامد نون مع لام كون لي زاوية 90، فمعناته الزوايا صار عندي زاويتين متناظرتان، زاويتين متناظرتان قياسهم، قياسهم يساوي 90 درجة. فمعناته رح أحكي مدام الزوايا المتناظرة متساوية فمعناته المستقيم لام يساوي المستقيم لام يوازي المستقيم لام يوازي المستقيم ميم. تمام؟ خلص الزوايا هيك.